تعرب عائلة الخلفان في مملكة البحرين والخليج العربي عن بالغ إدانتها واستنكارها لمحاولة النظام القطري استهداف أمن واستقرار مملكة البحرين وسلمها الاجتماعي عبر بث الأكاذيب والادعاءات والافتراءات التي لا تستند إلى الحقائق، وهي ادعاءات مغرضة تسعى إلى إثارة الفتن بين أبناء الوطن الواحد. وتدين عائلة الخلفان بأقصى العبارات محاولات قناة الجزيرة القطرية ومن يقف خلفها من أركان النظام القطري لزعزعة أمن واستقرار المملكة، وذلك عبر بث سمومها فيما يسمى برنامج ما خفي أعظم، والذي ثبت للقاصي والداني فشله الذريع في تحقيق مآربه. وبهذه المناسبة تعلن عائلة الخلفان تجديد الوفاء والولاء لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.